طبعا بالنسبه لنا شخصيا تجربه جديده وسنه مختلفه، لان اول سنه ليا في مجلس الاداره. طبعا النادي الاهلي بالنسبه لي هو من اهم الحاجات اللي في حياتي، مصدر السعاده الاول بالنسبه لي كنادي رياضي. بدات معاه كتشجيع كوره والعاب اخرى، ودلوقتي بقيت جزء من منظومه عائله الاهلي، ومسؤول مع مجلس الاداره في تحقيق رغبات الجماهير العموميه، اللي ان شاء الله نتمنى ان احنا نقدم لهم حاجه كويسه دايما باذن الله. النادي الاهلي من بداياته ومن نشاته هو مرتكز على مبادئ وثوابت معينه هو اللي بتميزه عن كل انديه مصر، ولحد دلوقتي بنحاول نحافظ على الثوابت دي وبنحاول نحافظ على المبادئ دي. و 111 سنه كلها من بدايتها لحد النهارده فيها مواقف كتير جدا في الكوره وغير الكوره بتثبت النادي الاهلي دايما مختلف، واختلاف النادي الاهلي في مبادئه ان هو عنده قيم مختلفه وبيحاول يحافظ عليها دايما في كل المناسبات. كل سنه طيبين، ودايما النادي الاهلي في خير وفي تقدم وفي تقدم على كل المستويات، الرياضي والاجتماعي والانشائي، ونتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم ودايما نعمل لكم الاحسن باذن الله. كل يوم